السلام عليكم، يعطيكم العافية زملائنا من السنة الأولى. معكم زميلكم عبد الله الطراني، سنة سادسة من منصة قمة الطبية. بنكمل في كورس الميديكال تيرمينولوجي في المحاضرة الثانية. طبعا المحاضرة الأولى والثانية هي introduction، وبعد هاي المحاضرة راح نبلش ندرس سيستم والتيرم الخاصة فيه. هاي المحاضرة إن شاء الله سهلة وبسيطة، راح أشرح عن كل سلايد بشكل عام، بعدين بنقرأ الكلام الموجود. طيب، في البداية في level of organization. As a level of organization، تمام، level of organization يعني اللي هو مستويات التنظيم. أنا عارفين الجسم، أو عارفين إنه معلومة إنه basic structural unit في our body اللي هي السل، الخلية، تمام؟ فمجموعة خلايا تعمل عندي تيشو اللي هو النسيج، مجموعة هاي الأنسجة إلى نفس الخصائص بتعمل عندي أورجان اللي هو العضو، أكثر من عضو مع بعض بيعمل لي سيستم جهاز، والأورجانيزم اللي هو الهيومن بادي، تمام؟ فناخذ مثال مثلاً، خلايا بتتجمع مع بعض بتعمل مثلاً النسيج العضلي، النسيج العظمي للبون، تمام. مثلا خلينا ناخذ الجهاز الهضمي، قلنا خلايا بتصير أنسجة وبعدين تصير أعضاء، هذا الليفر اللي هو الكبد. هسه مثلا الليفر والستومك مع بعض بيعملوا الدايجستيف سيستم. معلومات سهلة وبسيطة. فبقول لك large group of specialized cell that perform the same role، يعني نفس الوظيفة، لها نفس الوظيفة، نفس الشغل، تمام. ومجموعة من الخلايا بتصير بتكون عندي اللي هو التشوز، الأنسجة، مثل المصل، البلود اند البون. مجموعة التشو، جروب اوف تشو، بتعمل الأورجان مثل البرين، هارت اند ليفر. بس الأورجان والتشو مع بعض are integrated into body system اللي هم مثلا سنترال نيرفس سيستم، دايجستيف سيستم. بالمناسبة السنترال نيرفس سيستم هو الجهاز العصبي المركزي اللي بيتكون من الدماغ، البرين، والحبل الشوكي اللي هو سباينال كورد، والدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، تمام. The cell organelles، ايش المقصود بالسيل organelles؟ organelles اللي هي معناها عضيات، تمام، اللي هي عضيات الخلية اللي كنا ناخذها أيام المدرسة. هسه كلمة أورجان يعني عضو، ضافوا لس للتصغير، فهي عضيات الخلية، تمام. هسه الخلية تتكون من النيوكليوس اللي هي النواة. النواة هي العقل المدبر، هي البرين of the cell، تمام. النواة اللي هي وظيفتها اللي هي فيها المادة الوراثية الدي ان ايه، تمام. إذا هي تحتوي على الدي ان ايه المهم واللي فيه جينيتك ماتيريال لهاي الخلية، تمام. الميتوكوندريا عارفين انه هو مصنع الطاقة والمسؤول عن انتاج الاي تي بي. الرايبوسوم والاندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي اندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي كان اسمها في الاحياء الشبكة الاندوبلازمية، تمام. فايش وظيفة الرايبوسوم؟ هي سينثيسز اوف بروتين، هي اللي بتصنع البروتينات. الجولجي اباريتس اللي هو الجهاز جولجي، هذا اللي هو البورت، ممكن يجي في الام سي كيو، واتس ذا بورت اوف سيل، يعني ميناء، ايش المسؤول عن التصدير، اللي هو الجولجي اباريتس. اللايزوزوم اللي هي الاجسام الحالة اللي فيها الانزيمات اللي بتعمل هضم للاشياء اللي بتكون في السائل السيتوبلازم. معلومات سهلة وبسيطة إن شاء الله. طبعا في هذا السلايد راح نحكي عن السيل ديفيجن والريبرودكشن، يعني انقسام الخلية والتكاثر. راح نحكي بشكل، حكت الدكتورة إنه مثلا في هاي الفيزز في الأطوار مطلوب كمادة ميديكال ترمينولوجي تعرفوا إيش هي وبالترتيب. راح نحكي معلومات معينة بس تاخذوها أكثر إشي في السيل بيولوجي إن شاء الله. طبعا احنا عارفين انواع الخلايا، في عندي السوماتيك والجاميد. السوماتيك هي الخلايا الجسمانية او الجسدية اللي هي خلايا العظام، خلايا العضلات والى اخره.
هسه ليش بصير في ريبرودكشن؟ هسه الخلايا ممكن يصير لها انجري، يعني انه تتعرض لشيء معين فتخرب هاي الخلايا، الريبرودكشن والسيل ديفيجن بصير انه تو ريبليس هاي الخلايا اللي صار فيها مشكلة. تمام، فاحنا عارفين الخلايا الجسمانية سوماتيك سيل بسموها، تنقسم في شيء بسموه المايتوسيس. المايتوسيس اسمه في العربي اللي هو الانقسام المنصف. ليش سموه الانقسام المنصف؟ لانه في عندي بكون في دوتر سيل، تمام، عفوا بكون في مذر سيل، خلية واحدة بتنقسم لخليتين، وهذول الخليتين بيكون فيه نفس العدد الخلية الأم اللي هو 46. فبقول لك أنا سيل ريبروديوس باي سبليتينج، يعني إنه الخلية سبليتينج انتو تو سيبريت دوتر سيل، يعني الخلية الواحدة تمام بتنقسم إلى خليتين بسموهم دوتر سيل، تمام، من خلال الميتوسيس. ليش حكينا ميتوسيس؟ ميتوسيس لأنه هو الانقسام المنصف، راح تأخذ نفس عدد الخلايا الأم لأنها خلايا جسمانية. فعندي خلية أم 46 راح تنقسم لخليتين بسميهن دوتر سيل، كل واحدة فيها 46 كروموسوم. طبعا معلومة أساسية قبل ما يصير الميتوسيس الانقسام المنصف، السيلولار ماس دبل تتضاعف، and كروماتين begins to form، بتكون ايش؟ الكروماتين. طيب الميتوزيس له فور فيسز، اربع ادوار بمر فيها. الدكتوره حكت المهم انه نعرف اسمائها كميديكال تيرمينولوجي، واصلا بتاخذوها في السيل بيولوجي وبالترتيب. ف بي ام اي تي بروفيز اللي هو الطور التمهيدي، والميتافيز والانافيز والتلفيز. تعرف انه هذول فور فيزز فور مايتوزز، وقلنا المايتوزز هي بكون عباره عن خليه واحده تنقسم الى خليتين بسميهم دوتر سيل، كل خليه فيها ذا سيم نمبر اوف كروموسوم تبع المذر سيل. المايوزز اللي هو اللي بصير في الجاميت في الخلايا الجنسيه اللي هي الاوفا البويضة والسبيرماتوزوا اللي هو الحيوان المنوي. تمام، في هاي الـ في الميوسيس، مش المايتوسيس، في الميوسيس عفوا، انه الخلية الواحدة تنقسم الى فور دوتر سيل بتكون ريديوس تو هالف، وكل واحدة فيها بيكون 23 كروموسوم. اذا نميز على السريع، قلنا المايتوسيس يعني انقسام منصف، بينقسم لتو سيبرا دوتر سيل الخلية الواحدة، وكل واحدة فيها نفس عدد الكروموسوم المذر، اللي هو كل واحدة من تو سيبرا دوتر سيل بكون فيها 46. بينما الميوزيس في الجاميتات بينقسم الخلية الواحدة تنقسم لفور دوتر سيل، أربع خلايا كل واحدة فيها 23 كروموسوم. طيب أنسجة الجسم البادي تيشو في فور تايبس راح نحكي عنهم: الابيثيليال تيشو، الكونكتيف تيشو، والمسل تيشو، والنيورون. الابيثيليال تيشو اللي كنا نسميه في التوجيه او في الاحياء اللي هو النسيج الطلعي، تمام. فهو ايش هو الابيثيليال تيشو؟ الابيثيليال تيشو هو عبارة عن الكلمة هنا عندي المفتاحية، اللي هو عبارة عن شيت، يعني زي الورقة بيعمل كفر للبادي سيرفس، تمام؟ في له عدة تقسيمات. هسا احنا لو جبنا بلاد فيزلز اللي هو وعاء دموي شريان او وريد، وجينا قطعناه من جوا راح نلاقيه مبطن. خلينا نقول ابيثيلي تشو هو عبارة عن بطانة، تمام؟ لكن اذا شفناه من الداخل، بطانة من الداخل، هذا بسميه اندوثيليوم. حكينا اندو في المحاضرة الماضية معناها within، يعني داخل الشيء. فاندوثيليوم يعني هي عبارة عن بثيليال تيشو within، داخل البلود فيزلز. في نوع ثاني بسموه الميزوثيليوم. ميزوثيليوم هاي بطانة بتكون على
تجاويف، خلينا نحكي بطانه من جوا للاعضاء. كيف بطانه من جوا للاعضاء؟ في شيء اسمه البلوره او الغشاء البلوري. هذا الغشاء البلوري اللي هو بيحمي الرئتين، هو cover the lungs، تمام؟ فهذا الغشاء البلوري هو عباره عن ابيثيليوم. ايش نوعه؟ ميزوثيليوم، انه شيء غلاف خارجي. بيريكارديوم اللي هو الغشاء التامور بسموه في العربي، او الغشاء اللي بحوط القلب، اللي هو البيريكارديوم، هو عباره عن ميزوثيليوم يعني ابيثيليوم. عند البريتونيوم اللي هو البريتونيوم، هو عباره عن غشاء كبر السمول انتستين، الامعاء الدقيقه، تمام، او الجهاز الهضمي، تمام، سمول انتستين واللارج انتستين، تمام. فحكينا الاندوثيليوم اللي هو عباره عن ابيثيليال تيشو within او انسايد، مثلا انسايد اليومن جوه التجويف داخل البلوت فيزل. الميزوثيليوم لا، هو عباره عن بطانه خارجيه، مثل بلوره هو عباره عن بطانه خارجيه، او هو ميزوثيليوم لللنج، بريكارديوم للقلب، البريتونيوم للسمول اند لارج انتستين. هسه ممكن كمان قسموا الابيثيليال تيشو على حسب عدد layers، number of layers، راح نحكي ونوضح بعدين على الصورة. والتقسيم الثاني على حسب الشيء شكلها. فإذا بنحكي عن number of layers، على حسب عدد الخلايا، يا إما simple stratified pseudo stratified. شو يعني simple؟ يعني one layer of cell بس، هيك يعني طبقة واحدة موجودة، فهي بسميها simple. stratified يعني معناها مرتبة فوق بعضها. فإذا كان في 3 or more layers، أكثر من طبقة، من 3 طبقات، هاي بسميها stratified. في شيء اسمه pseudo stratified. pseudo في الطب معناها البي لا تلفظ، pseudo معناها كاذب. فمن المعنى pseudo stratified يعني هو مش stratified، مش طبقات، هو كاذب، ببين إنه هو one layer بس. راح نشوف كيف ممكن تخدعنا وتبين إنها stratified. ممكن يقسموه على حسب الشيب شكله. السكويمس حفظ الظهور وسهلة، هتسب نشوف من على الصور. السكويمس هي بتكون مثل الفلات سيرفس، يعني زي المفرودة، خلايا مفرودة فرد. كولمنر بتيجي تول سلند زي الأسطوانة، وكيوبويدال زي إيش؟ المكعبات. خلينا نشوف أمثلة. مثلا هنا في هذا المثال شوف الخلايا 1 إيش لاير، تمام، فعلى حسب التقسيمة بسميها سيمبل لأنها one layer بس. هاي one layer بس إيش؟ عفوا، هنا سيمبل بس سكويمس، تمام، سيمبل بس سكويمس. ليش سكويمس؟ لأنه نشوف الخلايا كيف جاية فلات، وهنا حكينا ليش يعني سكويمس، يعني فلات يعني زي المفروضة، تمام. عفوا عفوا، هاي الصورة سكويمس، هاي الصورة اللي بتكون أول شيء. هي بسأل حالي لاير ولا أكثر من لاير؟ طبقة واحدة ولا أكثر من طبقة فوق بعض؟ لا، واحدة، معناته سمبل. طيب شو نوعها؟ قلنا يا سكويمس يا كيوبويدال يا كولمنر. طيب هي مفروض فرد جاي زي هيك، تمام، فلات، فهي سكويمس. هاي جاي إيش؟ على شكل مكعبات، تمام. فأول شيء، أول سؤال، هي طبقة ولا أكثر من طبقة؟ هي طبقة واحدة، إذا سمبل. كيف شكلها؟ مكعبات، كيوبويدال، تمام. هنا طبقة ولا أكثر من طبقة؟ طبقة. كيف جاي؟ مثل أسطوانات وتول وطويلة، هاي كولومنر. بس كويمس فلات، كيوبويدال يعني مكعبات، كولومنر هيك جاي زي الأسطوانة. طيب هسا أول سؤال بسأله حالي، هاي طبقة ولا أكثر من طبقة؟ أكثر من طبقة، مور ذان وان لاير، فبسميها ستراتيفايد. طيب هاي كيف؟ كأنها هيك يعني، كأنك ماسكها من اليمين والشمال وفاردها، تمام، فهي هاي بسموها سيكويمس، تمام. فهي أول شيء أكثر من طبقة ستراتيفايد، وسيكويمس على حسب شكل الخلية. هنا مثلا جاية أكثر من طبقة ستراتيفايد، جاية إيش؟ مكعبات، تمام، فهي كيوبويدا. هنا شوفوا هي مبينة كأنها أكثر من ون لاير، تمام، فهاي بسموها سودو ستراتيفايد، وجاي مطاولة يعني كولومنر. فالسودو ستراتيفايد هيك يعني للوهلة الأولى بتفكر إنها مش طبقة واحدة. ليش؟ لأنه شوف كيف الخلايا مش منظمة، تمام، مش صف في حد بعض بالضبط، فأنت بتفكر إنها هي أكثر من طبقة،
فهي سودو ستراتيفايد يعني كاذب، وكولومنر لانها تول زي الاسطوانه. هاي لاير ولا ون لاير؟ عفوا لاير ولا اكثر؟ اكثر من لاير. اي طبقه؟ اي طبقتين ستراتيفايد. كيف شكلها؟ كولومنر، لانها هيك جايه مطاوله. تمام. الكونكتد تيشو اللي هو النسيج الضام الكوننسبل. تمام. فالنسيج الضام من اسمه وظيفته تو كونكت ايش؟ هو موجود في خلينا نقول نحكي الاورجان او الاستراكشر، التركيبات اللي بتحتاج خلينا نحكي نوع من الصلابه مثل البون العظم والكارتلج الغضاريف والاديبوز تيشو. الاديبوز تيشو اللي هو الفاتي تيشو، نسيج الدهن. تمام. ف الهدف من الكونكتيف تيشو، كونكتيف من اسمها كونكتيف يعني تو كونكت، يعني بيشبك الأنسجة هاي في بعضها. فالمين فانكشن له تو سبورت، يعني هاي الاستراكشر الهدف منها انه يعطي ثبات صلابة دعامة. تمام. هسه بقسم الكونكتيف تيشو للوز ودنس. تمام. اذا الكونكتيف تيشو بقسمه للوز، كونكتيف تيشو ودنس. شوفوا من الرسمة كيف نقدر نفرق. شوف اللوز كيف الفايبر اللي جواه فيها فراغات، فيها هنا فضاوة، وهي الفضاوة بيكون فيها فلويد يعني سائل أو سوائل. الدنس زي الإشي المضغوط ضغط. شوفوا كيف ما في مجال، كله فوق بعض. فأنا بلاحظ من التركيب الدنس بتوقع إنه وين موجود بالضبط؟ في البون، في العظم، في الكارتليج، إشي بده صلابة قوية، فهو دنس من اسمه. لوز لا، شوي أخف. فنجي مثلاً نشوف شو مكتوب في السلايد. اللوز كونكتيف تيشو هاز لارج سبيسز. بالضبط. شوفوا كيف الفراغات الكبيرة اللي داخل النسيج نفسه. تمام. ذات سيبريت بتفصل الفايبر عن بعضها، وبكون في ماتش انتراسيلولار فلويد، بكون في كثير موجود فيه حكينا فلويد. فلو نرجع للمحاضرة الأولى، احنا حكينا كلمة فيج، عندي كلمة انتر، في كلمة انترا. انتر يعني between two cells او اكثر، يعني بين الخلايا. انترا داخل الخليه. الدنس بكون قلنا زي هيك اللي فوق بعضه، فايبر متماسكه اكثر مع بعضها، ما في سبيسز، ما في فلويد، وجريتر فايبر كونسنتريشن، تركيز اعلى فيها، واهم شيء فيها بروفايد ستراكشرال سبورت. انا وين بحتاجه هذا الستراكشرال سبورت العالي؟ بحتاجه في البون، في الكارتلج، في العظام والغضاريف. تمام. هسه في عندي نقطة مهمة، إنه والله الأديبوز تيشو الأديبوز تيشو اللي هو النسيج الدهني هو سبيشالايزد تايب، نوع خاص من لوز كونكتيف تيشو، لأنه الأديبوز تيشو الإشي الدهني سوفت. تمام. إشي يعني ناعم طري مش دنس. فأنا بتوقع الكونكتيف تيشو تبعه دنس ولا لوز؟ لا والله لوز، لأنه لوز في كثير سبيس، في فلويد، في سوائل، يعني إشي خفيف. تمام. فالنسيج الدهني هو سوفت. الاديبوز تيشو وظيفته ايش؟ تخزين. إن هو احنا بناكل اكل زياده عن حاجتنا اليوميه، هذا الاكل بروح ايش؟ بتخزن على شكل دهون في الجسم. مثلا مع الرياضه انت بتستخدم النوم تمارين معينه مشان انه تتحرر الطاقة الموجودة في هذا النسيج ويروح. تمام. وهو مخزن، وهو خلينا نحكي act as reserve supply of energy، هو مستودع خلينا نحكي أو مخزن للإنرجي للطاقة. فعشان هيك مشان يخزن لازم يكون لوز، يكون في spaces. تمام. المصل تشو، إذا حكينا الإبيثيليال تيشو اللي هو النسيج الطلائي، حكينا الكونكتيف تيشو، النوع الثالث المسل تيشو اللي هو النسيج العضلي. نيجي لهي الصورة بعدين نرجع للسلايد. قديش عندنا نوع من أنواع العضلات في الجسم؟ اللي هي في العربي العضلات القلبية اللي هي بيسموها الكاردياك مسل تيشو، في العضلات الهيكلية السكليتال، العضلات الهيكلية اللي هو attached to the bone يعني تكون متصلة في العظام، وفي العضلات اللي هي الملساء اللي هي في الأمعاء.
طيب خلينا نجي نشوف على حسب الرسم. هسه العضلات القلبية، تمام، شوف لو نلاحظ هون طبقة هون طبقة هون طبقة هون طبقة، فهاي ايش حكينا معناها؟ معناها سترييتد، يعني مرتب على شكل طبقة. تمام، اذا هاي اول خاصية، اذا سترييتد. طب السؤال الثاني اللي بسأله حالي، هل القلب انا بقدر اتحكم فيه؟ لا، يعني بقدر اقول والله انا هسه بدي ضغط في قلبي؟ لا، فهي ايش؟ انفولنتري كنترول، ما بقدر انا اتحكم فيه. فهي عضلات القلبية حكينا انه هي على شكل طبقات وانفولنتري. طيب نجي للسكليتال مصل. السكليتال مصل اي شوف على شكل طبقات. طيب السؤال الثاني، اذا هي سترييتد. طيب السؤال الثاني ايش هي؟ هل هي والله انا بقدر اتحكم بالعضلات الهيكليه؟ بالضبط، تقدر تحرك الباي التراي الى اخره، فهي فولنتري بسموه. فولنتري انه انت قادر انه انت تتحكم فيه، انفولنتري لا، هذا بدون لا اراده بيشتغل. والسموث مصل هي العضله الوحيده نون سترييتد، تمام، مش مرتبه على شكل طبقات، وبتكون كمان هي انفولنتري، ما تقدر تقول والله انا ودي الان ودي اوقف حركه الامعاء. تمام، فنيجي للكلام، هذا مهم في الاسئله، يعني بجيب لك which of the following muscle tissue is striated and voluntary. Striated and voluntary هي السكليتال، واحنا فهمناها، فهم ما في داعي للحفظ. الوحيدة non striated هي السموث muscle، الباقيات striated voluntary involuntary بس الحالة. السكليتال muscle بتحكم فيه، اذا voluntary. cardiac ما بقدر اتحكم فيه، اللي هي عضلات القلب القلبية involuntary. السموث involuntary وهي non striated. هسه وين كمان بتكون موجودة السموث مصل؟ تكون موجودة في الانترنال اورجان، هي الأعضاء الداخلية، وبتكون كمان موجودة في الشرايين والأوردة، arteries and vein سموث مصل. النيرفس تيشو اللي هو النسيج العصب، يعني حكينا epithelial تيشو connective تيشو muscle تيشو and nervous تيشو. طيب نيجي، هذا أكيد الصورة أنتم مرت عليكم في التوجيه، اللي هو الخلية العصبية أو النيورون. أهم أجزاء في النيورون، في عندي الأكسون اللي هو المحور، وفي جسم الخلية اللي هو السيل بادي، في دنتريت اللي هو الشجيرات. إذا أهم شيء أكسون، سيل بادي، ودنتريت. فهي النيورونز اللي هو قلنا الخلية العصبية بسموها نيورونز، فهي بتتكون من السيل بادي والأكسون والدنترايت. طيب في عندي هسه اشي مهم، مصطلح اسمه نيوروغليا، مهم تعرفوا شو هو، شو تعريفه، ممكن يجي في يعني في الخيارات. نيورو غليا تحط في بالك هي كفرنج، بتغطي. شو بتغطي؟ موجودة في السنترال نيرفس سيستم، إذا مش في مثلا بريفرال نيرفس سيستم. احنا قلنا في عندنا جهاز عصبي مركزي وطرفي. المركزي اللي هو البرين، الدماغ وسباينال كورد. الطرفي اللي هو البي ان اس، بريفرال نيرفس سيستم، هو الاعصاب الطرفيه. هسه نيوروغليا وين موجوده؟ موجوده في السنترال نيرفس سيستم. طب يا عمي ايش وظيفتها؟ سبورت الاستراكشر اوف نيرفس تيشو، زي الغلاف، تمام، بحاوط هاي الاعصاب الموجوده في السنترال نيرفس سيستم وبحميها وبيعطيها سبورت. تمام، they insult and protect in Europe. إذا نيوروغليا وين موجودة؟ موجودة في central nervous system. يعني إيش وظيفتك؟ بحمي النيورونات الموجودة وبعطيها support. ده تمام؟ نيجي لل body organs and system. طبعا هاي السيستمات راح تمر عليكم إن شاء الله في هاي المادة. طبعا حكينا هاي المحاضرتين بس introduction، بعدين كل system راح يكون له محاضرة. فهيمات فهيمو بايوتيك اند اميون سيستم، اللي هو الجهاز جهاز الدم والمناعة. أهم إشي فيه، خلينا نحكي كلمة أو السفكس الأخيرة بتكون بايوسيس، هذا احفظوها كتيرم، معناها تو ميك. هيماتو مثلا في عملية بسموها هيماتو بايوسيس، اللي هي بايوسيس يعني تو ميك ريد بلاد سيل.
بايوسيس آخر الكلمة معناها تو ميك. في النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، في الجاسترو انتستينال سيستم، الجهاز الهضمي، في جينيتو يورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي، كارديوفاسكولار القلب الوعائي، ريسبيراتوري التنفسي والاندوكراين، جهاز الغدد الصمام، في الانتجومنتري سيستم اللي هو جهاز الجلد والزوائد الجلدية اللي هي سكين هير نيل سويت جلاند. دول كل هن يندرجن تحت ايش؟ انتجومنتري سيستم، هو سكين الجلد الشعر الأظافر والسويت جلاند. سويت جلاند تمام. في عندي هنا كمان مصطلح انتيجومنتم معناها تو كفر. انتيجومنتري سيستم اللي هو الجهاز اللي بيغطي الجسم من برا، والماسكولوسكليتال سيستم اللي هو الجهاز العضلي الهيكل. تمام، هاي معلومات عامة وأغلبها مر عليكم. هسا نيجي ل شيء شوي جديد ممكن يكون جديد عليكم. هسا الجسم تشريحيا، هاي اللي راح احكيه مهم، كمان راح يهمكم اساس لمادة الاناتومي اللي هي التشريح في الفصل الثاني ان شاء الله. هسا هاي الاشي اللي راح اتكلمه هم قسموه العلماء مشان يعرفوا والله الاعضاء والانسجة الموجودة في الجسم والتراكيب الريليشن تو ايتش اذر، ايش علاقتها في بعض كدراسة تشريحي. تمام، وراح احكي لكم كيف تجي الاسئله كميديكال تيرمينولوجي. فلو انا عندي هذا الجسم، جيت انا من النص قسمت الجسم من هان من الراس، جيت من هان لتحت. تمام، يعني هذا شوفوا هذا مع المؤشر لتحت، فانا لما اقسمه مثل هيك بهذا الشكل بشكل طولي او بشكل النصفي بسميه ساجيتال بلان. مهم نعرف اذا ساجيتال بلان، انا بقسم الجسم ليمين يسار. ايش يعني يمين يسار؟ يعني في عندي اذن يمين بحكم اذن شمال، عين يمين عين شمال، ايد يمين ايد شمال. فبالتالي انا بقدر اسميه اللي هو ميد لاين بلان. اذا هو الميد لاين بلان الوحيد المتساوي، يعني انا بقسم من الجسم بالنص بالتساوي، راح يكون في عندي اعضاء على اليمين اعضاء على الشمال. ايش بسميه؟ بسميه سيجيتال بلان، يمين وشمال. تمام، هنقدر يلقى في سيجيتال بلان يمين وشمال بقسم بكون متساوي، عشان هيك بحكي عنه ميد لاين بلان، فلانه بكون عندي نفس الاعضاء على اليمين نفس على الشمال. تمام. هسا في بلان ثاني اللي هو الترانسفيرس القطعي، هذا هو انا بقطع جسم لفوق ولا تحت. تمام، اذا بلان انا بقطع زي هيك بصير يمين وشمال، ترانسفيرس لا بقطع بهذا الشكل العرضي. تمام، وبتقسم الجسم لفوق ولا تحت. طيب، وفي ظل عندي اللي هو الفرونتال بلان، فرونتال بلان اللي هو هذا اللي هو عكس السجيتال بلان. مش هاي السجيتال بلان بكون زي هيك من هان، انا بقسم الجسم في الفرونتال بهاي الطريقة. تمام، فبتقسم ايش بصير جزئين عندي، واحد جزء قدام وجزء ورا. بنعيد السجيتال بلان من هان بقسم بصير عندي يمين وشمال، فرونتال بلان بصير عندي جسم جزء بقطع الجسم زي هيك، نفرض عندي جثة، بصير جزء قدام وجزء الوراء الخلفي. والترانسفيرس بلان لما أقطع من هنا بصير عندي جزء علوي جزء سفلي. ليش أنا بحكي هذا الكلام؟ لأنه في مصطلحات راح تمر علي. لما أنا أحكي ترانسفيرس بلان وأقطع الجسم من فوق ولتحت، هاي بسموها في الطب سوبيريور اللي هو الجزء العلوي، سوبيريور شيء فوق above، الجزء السفلي inferior. إذا على transverse plan أنا بقطع الجسم بصير عندي الجزء العلوي بسميه superior واللي تحت inferior. في الفرونتال بلان أنا إيش بقسم الجسم؟ قلنا في الفرونتال
انا بقسمه لقدام ولورا. القدام بسموها انتيريور، واللي ورا بسموها بستيريور. الانتيريور الى اسم ثاني ممكن فنترال، والبستيريور دورسال. اذا بنعيد ترانسفيرس، انا بقسم الجسم لا سوبيريور فوق وانفيريور تحت. فرونتال انا بجي زي هيك بقسم الجسم، الجزء اللي قدام بسميه انتيريور او فنترال، والجزء الخلفي بوستيريور او دورسال، نفس المصطلحات. طيب نيجي هنا على البلان، حكينا السجيتال بلان اللي هو اللي بيقسم الجسم انتو رايت اند ليفت، تمام، الى يمين وشمال. بجي انا هيك يعني كجثة مثلا، بجي بقطع من قدام فرونت تو باك، تمام، وقسم الجسم ل رايت اند ليفت، وكل جزء بيكون فيه عضو، في ارم وفي لك، في عين على اليمين وفي عين على الشمال. وهو البلان الوحيد اللي بقدر اقول عنه ميد لاين، لانه بيجي بالتنصيف بالضبط الجزئين اللي انا قطعتهم فيه نفس الاعضاء. الفرونتال بلان اللي هو انا بقسم الجسم، بصير عندي جزء امامي اللي هو حكينا انه انتيجر او فنترال، وجزء خلفي اللي هو دورسال او بستيريور. المهم هاي في الخيارات، جي بقول لك which of the following describe frontal plan، بقول لك انه انت بجيب لك الخيارات زي هذا التعريف بدك تكون حاطه. الفرونتال بلان انه انت تقطع الجسم بصير عندك جزء امامي وجزء خلفي فنترال دورسال، وطريقة القطع بتكون من سايد تو سايد. الترانسفيرس بلان او الهوريزونتال بلان اللي هو بالعرض، بقسم الجسم لأبر اند لور بارت. احنا حكينا بالطب مش أبر ولور، بنحكي أبر بنحكي إلى سوبيريور، واللور بنحكي إلى انفيريور، أو كلمة ثانية سوبيريور كونه على جهة الرأس فبسموه كيفاليك، هاي مصطلح يعني، أو كرينيال يعني عند الدماغ، أو لتحت اللي هو انفيريور أو كودال. بالمناسبة كودال معناها تيل، تمام. نيجي هسه لهاي المصطلحات، حكينا superior و inferior above و below، هذا في ال transverse plan. anterior يعني قدام أو ventral، posterior اللي هي خلف يعني dorsal، وهذا في frontal plan. في مصطلحين عندي كمان اللي هن ال medial وال lateral. لو نيجي لل sagittal plan، نرجع السجيتال بلان اللي هو هذا، تمام، هذا يمين، احنا حكينا مقسم يمين وشمال. هو حكينا عنه الميد لاين انه نفس الاعضاء اليمين نفس الشمال. فيها في هاي التقسيمه بتظهر مصطلحات اللي هي ميديال ولاترال. ميديال من اسمها ميديال انه هي بتكون أقرب إشي لمحور الجسم، بسموها ميديال اللي هو ميد لاين ميديال. إذا بكون الشيء أبعد عن أو باتجاه خارج عن محور الجسم نسميه اللاترال، إذا ميديال باتجاه محور الجسم ولاترال بعيد عن محور الجسم. فعشان هيك أنا لما أجي أقسم بالنص في السجيتال بلان بصير عندي الجسم يتقسم لرايت وليفت، وهو بيجي ميد لاين، عشان هيك الأشياء القريبة للمحور الجسم ميديال والبعيدة لاتر، تمام. في بروكسيمال في ديستال، بروكسيمال وديستال. لو أنا بدرس إشي مثلا خلينا نحكي في الذراع من هاي المنطقة، أو خلينا نحكي المنبع، فاللي قريب للمنبع الشيء أو الأوريجين الأصل تبعه بسميه بروكسيمال، البعيد عن الإشي اللي أنا بدرسه ديستال، تمام. إذا بروكسيمال نيرست تو أقرب للأوريجين تبعي أنا أخذته كنقطة، والديستال الإشي الأبعد عن البوينت أوف أوريجين اللي هي نقطة الأصل. فميديال قريب للمحور ولاترال بعيد عن محور الجسم. بروكسيمال وديستال أنا بكون محدد نقطة أو أوريجين نقطة أصل، القريب إلها بسميه بروكسيمال والبعيد عنها ديستال كوصل. سوبرفيشال وديب، سوبرفيشال اللي هو معناها إشي سطحي، وديب داخل عميق، بتكون على البادي سيرفيس على السطح، واواي فروم سيرفيس داخل السطح بسميها ديب. خلينا نشوف بارايتال وفيزرال. بارايتال بتكون موجودة في الاوتر وول اوف ذا بادي كافيتي،
تمام. والفيزرال، الفيزرال معناها في الطب أعضاء، تمام. فهي بتكون شيء يعني له دخل في الفيزرا، في الأعضاء، في الانترنال أورجن، الأعضاء الداخلية، مثل أبدومينال أورجنز، الليفر، السمول انتستين، وإلى آخره. فبرايتل على الأوتر وول أوف ذا بودي كافيتي، الفيزرا لا، بتكون شيء داخل شوية، داخل الأعضاء نفسها، فيزرا منها أعضاء. في كلمات انفيرجن وايفيرجن، احفظوهم حاليا كمصطلحات، ممكن نجيب الام سي كيو لقدام راح تعرفون اكثر. انفيرجن من اي يعني انوارد، شيء يعني بالداخل. ايفيرجن يعني ايش؟ اوت وورد، يعني لما يكون مثلا في الاناتومي مثلا والله بلود فيزل ماشي وداخل جوا شيء، فهذا بسميه انفيرجن، طلع منه صار ايفيرجن، تمام. فحاليا احفظون كمصطلح. طيب البادي كافيتيز قسموها لفنترال كافيتي ودورسال كافيتي. من شاطر بقول ايش يعني فنترال، ايش مرادف لها بالضبط؟ انتيريور ودورسال اكستيريور. نجي نشوف هذا عند الجسم، في هنا عندي اللي هو الثوراسيك كافيتي اللي هو التجويف الصدري، ليش بكون فيه اللنج الرئتين، وفي الابدومينال كافيتي اللي تجويف البطني، وفي البلفيك كافيتي اللي في الحوض اللي بيحوي الأعضاء الموجودة في الحوض، والأبدومينال كافيتي اللي هي الأعضاء الموجودة في الأبدومين في البطن، والثوراسيك اللي فيها الرئة. فأنا بشوف هذا الجسم، تمام. فهذا الجسم اللي أنا بشوفه هذا إيش؟ هذا التجويف بالنسبة له قدام، فقدام يعني anterior أو ventral cavity. فإيش هي الventral كافيتي؟ هي عبارة عن الثوراسيك والابدومين، الدومينال كافيتي والبلفيك كافيتي. نيجي من ورا، ورا يعني دورسال او بوستيريور، في عندنا تو كافيتي، الكرينيال معناها انه هذا الكافيتي التجويف اللي عند الدماغ، وفي السباينال كافيتي. سباينال كافيتي زي هيك اللي هو اللي بيكون اللي بمر فيه السباينال كورد، الحبل الشوكي اللي بمر داخل الفقرات، فيرتبرا بسموه، هذا بسموه الدورسال كافيتي بالنسبه للجسم. اذا قدام فنترال ورا دورسال، اللي قدام حكينا انا الثوراسيك، وانا الابدومين كافيتي، وانا البلفيك كافيتي. البوستيريور او الدورسال كافيتي اللي هو بيحتوي على الكرينيال كافيتي اللي التجويف الدماغي، والسباينال كافيتي او هي يعني كنال زي القناه اللي بتحتوي على السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. طيب نيجي لنقطه مهمه هنا، كيف بقسموا البطن؟ يا إما بقسموه أرباع أو مناطق ريجن. فهو بجي أنا برسم خط إيماجينري يعني إشي تخيلي هيك وهيك، بتقسم له 4 أرباع، فاللي فوق أبر واللي تحت لور، هذا رايت لأنه هذا صورة عكسك، عكس إيدك اليمين، رايت أبر لور كوادرنت، هنا ليفت أبر واللور كوادرنت، بقسمه لرايت ولور، إذا أرباع كوادرنت. في عندي ريجن، 9 ريجن نحفظهم. في الوسط في النص في منطقة اسمها أمبلايكال ريجن، ليش سموها أمبلايكال؟ لأنها هي عند الأمبلايكس. إيش يعني أمبلايكس؟ أمبلايكس اللي هي منطقة السرة، السرة اسمها أمبلايكس، فهذه المنطقة اسمها أمبلايكال ريجن. المنطقة اللي فوقيها اسمها إيبي جاستريك. من شاطر بقول ايش يعني معنى كلمة اي بي؟ بالضبط، اي بي معناها ابف، فوق في المصطلحات. فهي المنطقة اللي هي على راس المعدة بسموها، او فوق المعدة، جاستريك يعني معدة، فاي بي جاستريك ريجن هي المنطقة اللي فوق المعدة، حكينا الامبلايكل، وتحت هايبو جاستريك. من بيحكي ليش معنى كلمة هايبو؟ حكينا هايبو يعني بلو تحت، فهايبو جاستريك ريجن. اذا امبلايكل، اي بي جاستريك، هايبو جاستريك. نيجي هنا على اليمين وعلى الشمال، في منطقة اللي هي هايبو كوندوريك. كوندوريك معناها ضلوع، هايبو يعني تحت، فهذه المنطقة اللي تحت الضلوع، في منها رايت في منها لفت. المنطقة هاي اسمها لمبر، في منها رايت في منها لفت. المنطقة هاي اللي هي العانة أو العظم اللي أنت بتحسه البارز، هذا اللي هو إيلياك كريست، تمام. فبسموها إنجواينال أو إيلياك ريجن،
في منها ليفت وفي منها رايت. تمام، إذا 9 ريجن و4 كوادرانت. الريجن امبلايكال، ايبيجاستريك هايبوجاستريك، ليفت هايبوكوندريك ورايت، ليفت لمبر ورايت لمبر، وليفت انجوايلر ورايت انجوايلر. مهمة جدا الحفظ، ممكن يجيب تجي صورة في الامتحان ويأشر لك مثلا على هاي المنطقة يقول لك ايش اسم، حكينا هاي مثلا لمبر، هاي ايش رايت، رايت لمبر ريجن. هسه الدكتورة حكت بريكوردكو انه مش مطلوب انه كل ريجن تعرفوا شو الأورجان اللي فيها، بس إشي كثير حلو إنك تعرف هاي المرحلة، لأنه مثلا بيجيك المريض بحط إيده بقول والله يا دكتور عندي ألم في هاي المنطقة، والألم في هاي المنطقة معناته أنا بديش إيش الأعضاء الموجودة هنا، الجول بلادر اللي هي المرارة، في عند الليفر، في الكبد. تمام، فبين مثلا مثلا أجا في هاي المنطقة في الأمبلايكال ريجن سنترالي. تمام، فبتكون المشكلة في السمول انتستين، تمام، اللي هي اللي داخل هاي الأمعاء الدقيقة. فهاي أهميتها سريريا يعني لقدام في التشخيص، عشان تعرف إنه والله إيش الأعضاء الموجودة. فحكت الدكتورة إنه مطلوب بس إنه تحفظوا أسماء المناطق مش الأعضاء الموجودة فيها، بس إيش كثير حلو إنك تكون عارف. طيب الوضع التشريحي، الاناتوميكال بوزيشن، ايش هو الاوبتيمال او ايش هو البوزيشن المثالي؟ في هنا تعريف مهم لازم نحفظهم لانه بيجن في الخيارات. ايش هو الاناتوميكال بوزيشن؟ كالتالي، البوزيشن هذا في اتفقوا عليه العلماء انه البادي بيكون اريكت. ايش يعني اريكت؟ يعني كانك واقف مستعد بدك تأدي تحية او واقف للنشيد الوطني، هذا معنى اريكت. تمام، الايز العيون بتكون لوكينج فورورد لقدام، اذا بادي اريكت الايز فورورد. الابر لم، الابر لمز اللي هي الاطراف العلويه، هذه بسموها الابر لم. كيف بتكون؟ هانج تو ذا سلايد، يعني على جانبيك. تمام، البالمز، البالمز اللي هي منطقه اللي هي راحه اليد تكون فيسينج فورورد، يعني بجيب لك في الخيارات of the following true مثلا except او which of the following describe the anatomical position، بكون مثلا من ضمن الخيارات بكون كلن صح، بس والله حاط لك البالمز facing مثلا backward، لا هي forward. عرفتوا كيف القصد؟ ف erect الايز فورورد طلع لقدام، كمان البالمز هيك لقدام زي هاي الصورة اللي راحت اليد الكف تكون فورورد لقدام، يعني زي هاي الوضعية. هاي هو anatomical position اسمه تعريف. واللور limb اللي هي الأطراف السفلية بتكون parallel يعني to each other بهاي الوضعية، والتوز ال pointing straight ahead يعني ما بالضبط تكون المايلة اللي هي أصابع الرجلين. فبنعيد، مهم تحفظ البادي يكون delicate، العين الايز تكون فورورد لقدام، الابر ليم هانجينج او هانج تو ذا سلايد بهاي الوضعيه، هاي معنى هانج. البالمز راحت اليد تكون فيسينج فورورد هيك لقدام، اللور بكون انبرل والتوز ستريت اهد. مهم مهم هاي الفقره كامله مهم. اذر بوزيشن، هاي البوزيشن بيستخدموها في الطب في العمليات او في الفحوصات السريريه. ففي أسماء هذول أسماء علماء، ومهم تعريف كل واحد منهم لأنه بيجي في الخيارات. فاولرز بوزيشن بيكون الهيد اوف بيد ريست والني سلايتلي فيكست. ايش يعني؟ هاي الفاولرز اللي هو رأس التخت بيكون ريست مرفوع ترفعه، والنيز سلايتلي ايش فليكست، يعني تكون المثنيات فليكست معناها سلايتلي يعني مثنيات شوي. فهاي ممكن تيجي كصورة ايش هي البوزيشن فاولرز، وكتعريف which of the following best describe the fowler's position، انه head of bed اللي هو رأس التخت بكون raised مرتفع، والني slightly flexed. هسا في بوزيشن ثاني اللي هو تريندلبرج بوزيشن،
بكون lying flat with head lower than، مهم هذه الكلمة، lower than body or leg، هذا هو. هاي بشكل مائل، وبكون الهيد مستوى أقل من مستوى باقي الجسم. فهي هاي هي ترندل بير. في مثله بس العكس، يسموها ريفيرس. ريفيرس يعني عكس، معناها عكس هاي الوضعية اللي هي ترندل بير، lying flat with الهيد ايش بيكون مستوى أعلى من مستوى الجسم، وهاي ريفيرس. تمام. في الثيوتومي بوزيشن، هذا مهم، في اللي هو إن شاء الله بس دوم وآخر في سنة خامسة، اللي هو قسم النسائية. هذا دائما بيستخدموه البوزيشن، اسمه الثيوتومي بوزيشن. نفس ما حكينا، ممكن يجيب لك الصورة إيش هو البوزيشن، أو بيجيب لك تعريف، يعني أنت لازم تعرف إيش هو بالضبط المكتوب عن الثيوتومي بوزيشن. نجي نقرأه من الصورة. lying on the back، يعني هاي بتكون الست نايمة على ظهرها، الهب والني فليكس. إيش يعني الهب؟ اللي هو الفخذ أو مفصل الفخذ، هذا هو. تمام. إيش يعني فليكس؟ فليكس يعني معامل 90 درجة، هاي هذا هو الفليكس، مثني مع محور الجسم، إذا هذا هو 90 درجة. والني كمان فليكس، هاي الني عامل 90 درجة. تمام. إذا lying on back with hips and knee ايش مالهم؟ flexed. ايش يعني flexed؟ يعني عامل 90 درجة. and thigh، هاي المنطقة اللي هي thigh بسموها abducted. ايش يعني abducted؟ abducted يعني انه انت رافع شيء بعيد عن محور الجسم، externally rotated هيك يعني جاية هاي الرجل لبرا. معلش انا بحكي هيك بشكل بسيط بس عشان تحفظوه، لقدام راح تعرفون يعني بشكل أحسن هاي المصطلحات. الليثيوتومي بوزيشن، الست بتكون نايمة على ظهرها، الهيب والني فليكس، الثاي بيكون abducted and ايش externally rotated. إذا الهيب والني فليكس، الثاي abducted and externally rotated. آخر شيء في المحاضرة إن شاء الله، اللي هو إذا الشخص هيك متمدد وجهه لقد هيك لفوق، بسميها السوباين. إذا والله متمدد بس هيك نايم على بطنه، خلينا نحكي lying face down، بسميها prone. مهم جدا نعرف هاي التعاريف، تجيب ممكن خربطنا بالخيارات. لا، كل واحدة عارف بالضبط. سوباين، lying flat هيك متمدد على ظهره، برون هيك متمدد على بطنه. ومهم جدا هاي البوزيشن تحفظوا بالضبط الكلمات الموجودة فيها. إن شاء الله المحاضرات الجاية اللي قدام راح نشرح جهاز جهاز، وإحنا معكم في أي لحظة، اسألونا أي شيء، والله يعطيكم ألف عافية.